معلش يا بابا معلش سيبهولي انا. تعالوا كده تعالى لي بقى ياض. انت ياض يا صيدلي ايه يا نثال يا معفن؟ اضرب يا ابراهيم اضرب اضرب يا ابراهيم اضرب. في ما تضرب يا ابراهيم يكونش مش ابراهيم ابراهيم ولا مش لا تضرب. انت بتعايرني يا ابراهيم بتعايرنك مني نشال. كنت عايز نعمل ايه يا اخي؟ اسرق ولا انهب؟ انا نشال بس على الاقل مش دكتور. انا نشال بس انا اللي بصرف على البيت ده. لا مؤاخذة يا بابا. لا يا حبيبي ولا يهمك. مزيكا. ماله النشال يا دكتور؟ ماله النشال؟ على الأقل أنا مقعدكم في عمارة مش أحسن من العشة اللي فوق السطوح اللي كان أبوك مقعدنا فيها. لا مؤاخذة يا بابا. لا يا حبيبي ولا يهمك. ثم إن أبوك أستاذن حضرتك أنت بتهزقني أنا ولا بتهزقه هو؟ تعالى. لا أنت ممكن توجه كلام ليا وتلقح عليه. ما أنا مش فاهم. تربية واطية صحيح.